عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير الماليه القطري علي بن احمد الكواري وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنميه الاقتصاديه والماليه الاجتماع تناول بحث العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين واهميه تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات كافه، وفي اطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، تم الاتفاق على مجموعه من الاستثمارات والشراكات في مصر باجمالي قدره نحو خمسه مليارات دولار في الفتره القادمه.